اهلا بكم في مهرجان الفروسيه في مدينه وازان. ماشي التبوريضه، ماشي الفانتازيا، هذا القفز على الحواجز. اجوا معايا وتفهموا شنو واقع. كنتواجدوا في المدخل ديال مدينه وازان من جهه ديال طريق الرباط. كيف ما كتشوفوا هنا في الخلف كاين الاشغال، هاد الاشغال ديال اعاده التاهيل ديال هذا المدخل هذا. جميل، ما كنا درنا في السابق حتى شي فيديو على هاد الاشغال هذه، على اعتبار كانت ديك الاشغال غير الاشغال الاولى ديال التهيئه اللي كتكون لتحت. داك الشيء ها كما كيقولوا اصحاب البي تي بي، توفنا كما كنقولوا بالدارجه المتعارف عليها. هاد توفنو ما هضرناش عليها على اعتبار ان كانت الامور جميله وغاديه مزيان، الا ان الان المواطنين الناس اللي كيستعملوا هاد الطريق ذهابا وايابا عياو واحد، لان هاد الشيء هذا طول نسبيا، وهاد الشيء ديال التكرفيس والغبره بالنسبه للناس. وكاين امر اخر هو هاد لي دودان اللي دايرين هنا باش الناس ربما تكون ابل لي غالونتيسور باش ينقصوا السرعه. فين كاين المشكل ايضا بالنسبه لهاد لي غالونتيسور؟ هو ان في المسافه ديال 800 متر كاين 20 غالونتيسور، 20 دودان. واش في نظركم هاد ال 20 دودان بهذا الشكل هذا ماشي بزاف؟ راها تقريبا كل 40 متر وبعض المرات شي بلايص كتلقى في اقل من 40 متر كاين دودان. وماشي دودان، خصك تمشي هاد 800 متر كامله بخوميي كتطلع بداك الدودان وتعاود تهود. غادي نمشيو نقربوا ونشوفوا كي دايره المعاناه ديال الناس مع هذا المشكل ديال لي دودان في المدخل ديال طريق الرباط وازان. هادو واحد الدودان ملي كيطلعوا فوق منو لي فواتور ربما تبان لك البحر، يبان لك مولاي مسلم، عاد تعاود تهود. هانتوما شوفوا معايا هنا لي فواتور كيفاش كيديروا. ختاما وبالمختصر المفيد، هذا المدخل ديال مدينه وازان من جهه ديال طريق الرباط الناس عياو منه. تذكروا معنا هذاك القادوس اللي غادي يحمي وازان من الفيضانات دوز عام ونص وبلا نفع، راه واقف وسوالف بمعنى ما كاينش حتى ما كاينش. ايضا هذه اعاده التاهيل الناس عياو من هذا الدودان، الناس اللي كيسكنوا هنا عياو من الغبره. هاد الشيء هذا بزاف تقريبا واحد 6 شهور وهنا اللي تخافوا كتزيد عليك العام ونص عامين كما كيقولوا الناس. هاد الشيء هذا بزاف، رجاء الا كان شي حد من المسؤولين كما بغى يكون سمعنا الله يرضي عليكم طلوا شي طليله هنا وشوفوا وراه الناس عياو. شكرا، الناس راهم عياو وبغاو شي حد يتدخل باش نوقفوا المعاناه ديال الناس على الاقل مع هاد 20 دودان في 800 متر، 40 متر كل دودان وماشي دودان، دودان اللي خصك تمشي هاد 800 متر بخومي. في انتظار ان شي حد مسؤول يسمعنا ويتحرك. دمتم باحسن حال والى اللقاء.